السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج نهار مع ستار. هاد النهار هذا جينا نعيشوا مع واحد النجم، ولد مراكش، ولد البهجه. جينا نوريكم شي حوايج اللي عمركم ما عرفتم على هاد النجم هذا، ولكن قبل اجي نشوف واش تيقولوا ولاد مراكش على هاد النجم هذا. كتعرفوا فركوس؟ فركوسي طلع انت تعرف عليه ممتين. من غير داكشي ضرب الصندوق في المارشي بكري. كيضرب الصندوق كيضربوا بيديه ولا لا؟ تيهز على كتافه وكان معاشو. السلام عليكم ورحمه الله. لاباس دير لاباس لاباس شويه. كيفاش عرف فركوس؟ اش كتعرف عليه؟ فركوس ممثل ديالنا واعر لا عمر هذا. اش كيدير ابارت ممثل؟ اش كان كيدير قبل؟ اي حاجه تيدير لاباس ديال الطنجيه وتيدير كل شيء والزيتون كيبيع ويشري. الله يدير عليها شي بركه. ندير عليها البركه. دير معايا البركه تاع الله. مرحبا. يلا الحو او دميحو. Que vous connaissez par couche? Par couche, qu'est-ce que c'est? Angers? Non, pas Angers. Salam alaikum. Salam. Un deuxième par couche. Vous l'avez saisi? Qu'est-ce que ça veut dire par couche? Un deuxième. Regarde que si. Un con. Qu'est-ce que c'est là? Par couche. Par couche. Par couche. Par couche. Ah, arvo. On a chez couche à toi. Non, non. Oui, oui, c'est lui. C'est lui? C'est le couscous. Est-ce que vous connaissez Fercous? Très très bien. Il fait quoi? Du tangier. Ah ben c'est Fercous. كدير هنا نضربوا الخط. اش كدير؟ نضربوا الخط. كضرب الخط باش يرشع. مزيان اسيدي والله الا مزيان. يا بغيتي تعرف راسك وريونا بعدا كيفاش كتضرب البال بعدا. شوف اخي انت قلبك اسيدي عبد الله على الخير وباقي يصلي لك الله تيسير الاخبار وباقي يكون عندك جمع ديال الخير. ايوا بينكم وبين الناس اللي تكون معاهم. رشيد نيت هذا صاحبي يصلي لك الله ورده الوالدين معاك. ديك ديما كاينه هي التريكه راه عندك. التريكه باقي تكون واخا بعد الخير تتخلق او تتغير ولا تنقص باقي ان شاء الله. لا لا ما كاين هاك رشيد ما تقلقش هذا اللي تيطلق تيطلع لك السكوار. اي والله يستر. ايوا تدي ليه الكاميرا الخفيه وتيسيدك. ولكن بعد خط يكون عندك تلول ولكن دغيا ترجع. ترجع منين؟ خاطرك صابيه. مزيان انا عندي دابا غنضمصي لي خبز ناتي ياك؟ ايه وتعاودي التفريقه. ايه لان التفريقه عندك ما هياش. ماشي هي انت خاص تصور بيا. صافي لاباس عليك. الله يحفظك. نهار كبير هذا. والله حنا فرحانين اللي معك اليوم. كي تدير في مدينه البهجه هنا كتدخل جامع هنا كلشي كيبغي يتصور معاك كي كدير مع هاد الناس؟ ايوا انا خصك تساعد مع الناس لانه تيبغيوك. عرفتي الانسان اللي تيبغيه تتبغي شي حد راه خص ما تفاجئش منه. ما تقدرش تقول له. ما تقدرش تقول له. ملي عندك رونديفو شدك 300 واحد. لا لا تدير رونديفو تدير بحسابها. كتسبق واحد نص ساعه باش تعرف. كيفاش كدير السلته؟ وغتدير شي طربوش تدير شي ولكن تيقلعوك. ياك. واخا تيقلعوك. اصلا كدير الطربوش. وتجي في الدنيا اخا. بارك الله فيك. ولكن راه الحب ديال الجمهور وكدا. ايوا سيدي هادو راهي ثمن سبعه ديال العجات. فين هما فلوس البقره؟ هادوك فلوس النعجات والبقره. عليا باليمين. لا تبعتك البقرة بهذاك الثمن وضربي ديك الشكور تكونش بديها الفلوس. طبوخ طبوخ. اش كاين؟ مالك جاي كتجري وكتلهت بحال الكلب؟ الكسابة كلهم نازلين عليك دقة واحدة طبوخ. قال لك اسيدي بغاو الزلدة على السمية الجديدة ديالك. وعلى انا هاد بنت تما؟ راه من نهار ولدتني امي وانا سميتي طبوخ. الطفولة ديالك كيفاش دوزتيها؟ فين دوزتيها؟ زوينه هاد اللعبه عندك فراسك واحد القضيه. انتما كتقولوا اللعيبه حنا كنقولوا التويشيه. التويشيه التويشيه اللعيبه الخيتيقات. فراسك واحد التويشيه. انا ما دوزتش طفوله. ويلي والله ما دوزتش طفوله. زديتي كبير؟ لا انا من ديك الساعه المدرسه مع الوالد زيد كان تيخاف عليا وداك الشيء تيهزني تيديني للمدرسه من وراء تيطيح الدم خصك تدخل في حرب. ولكن توفى الوالد باقي انا شويه صغيره ديك 15 عام هكا. ولكن خرجت للكفاح خرجت باش نمشي نصور شويه الفلوس للوالده وخوتي الصغار. كانت الوالده عندي شلحه
والوالد توفى ما خلى خلنا بيكالا بشكل هي اللي كاين هي اللي في الورث هي اللي في الورث باقي عندك البيكالا باقي البيكالا والحمد لله مخلي البيكالا زعما في الحق ديك الطفوله من انا دابا ملي كنشوف الدراري تيلعبوا وليداتي دابا تيلعبوا داكشي تنقول يكفيها وليداتي هما تيلعبوا وتدوزوا الطفوله اللي ما دوزش شباهم ولكن حتى الطفوله دوزنا حنا في شكل اخر باش يمشي بنادم يصور باش يعيش باش باش يخدم قول لي شنو اول حرفه درتي اه صحيح انا اول حرفه درت اه الا قلت لك غادي تجيك غريبه كنت تبارك الله على خويا الله يحفظكم الله يا سيدي انا كنت حمال في المارشي شحال كنتي كتخلص اول 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 خدمه واحد اول نهار صورت شحال 18 درهم هادي راه 18 درهم جريات للصندوق جوج ريالات للصندوق جوج دريات للصندوق جوج ريالات يعني 4 دريات اربع لا الصندوق خاطر يهزو من المارشي لداخل عند مولي الكارو جوج ريال جوج ريالات لواحد بحال قلت 180 صندوق هادشي فين عام تقريبا تقريبا 79 80 هكا مزيان ولكن كان عندي الزهر اللي كان عندي هو كانت العشرة ونص تكمل الصباح خصك ما دير وانا كان وانا كان عندك نهار خاوي شويه نهار خاوي تنمشي ديك الساعه بدا نمشي تنمشي لدار الشباب والجمعيات مزيان حيت تنمشي لدار الشباب كنا نمشي لدار الشباب مع كنا في المدرسه كنا تنديرو التنتي في المدرسه ولكن ما عرفناش شنو هو التنتي زعما ماشي دونك بديتي الصراحه في دار الشباب دار الشباب والجمعيات لقيت محمود كيتفق عليك مع جماعته جماعته؟ ايه احكي لي ايه انا غير اجي وحكي الحكايه راه بوتوها كيفاه؟ عندك تطلب لنا كنبغي الفلوس اش الفلوس؟ انا راه معزوزين عليها هي المفتوح باش تبكي الاجر مع الله انا ما عندي فلوس ما نعطيك ها؟ ما عندي فلوس ما نعطيك انا يعني ما قلت لك تبرا واحد الصرف فين خصني نجي عمي عتما جرا؟ ليه؟ واقف دابا نعطيك شي شويه شي شويه؟ ايه 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 اول مره طلعت الخشبه تقريبا في 80 مع السيد الله المعاوي الاستاذ الجامعي كان جمعيه ديال الجيل الصعيد وكان ابراهيم بوسيف واحد الدري صاحبي معايا في المارشي قال لي يلاه نمشي نشوف واحد المسرحيه بغا يديروها شي ناس وداك الشيء ومشيت دخلت وكان واحد الدور عطاوه لي انا وانا واحد السيد اخر درنا المنافسه شكون ياخذه اه ودرنا داروا لي بحال امتحان كاسينغ هو الكاسينغ ديال دابا كاسينغ ماشي كاسينغ ديال تمرن سير مرن على المسرحيه وجي ودير وكنت زعما عجبت هذاك المخرج وعجبتهم وداك الشيء تخلصتي؟ لا لا حنا ما تنهضروش على الخلاص لا واش تخلصتي ما كانش خلاص الفيديكي لا الفيديكي ما كانش الخلاص شنو اول كاشي شديتي بصراحه؟ اول كاشي سيدي شديت خدمت مع فرقه الوفا كديكوراتور في 84 50 درهم في النهار 30 عرض 30000 ريال 50 درهم في النهار 30000 ريال ولكن ملي مشيت وصلت الدار البيضاء درب عمر مشيت تقديت شريت الكوكوت للوالده سعباس هاد الحماس باش كتكلم معايا مهدي القياس كتعرف لي واحد الراجل معقول وكنحب السيرة وما كيعجبني خرجه من الطريق ولا انا خاطبتك في هذا الموضوع نه راه غير باش نبري الذمه ديالي على حقاش الحديث الشريف كيقول من راى منكم منكرا فليغير المنكر وعلاه ماشي منكر صح علاه ماشي منكر تتزوج بمراه كبر من جدك شحال راها من غوم الوفا فرقة الوفا هي اللي فيها سي عبد الجبار الوزير اه سي عبد الجبار الوزير وبقاس السيد شنو خبروا بعدا مسكين مزيان غنمشيو ندير له شي زياره ياك اليوم غادي نتي كنضرب عبد الجبار الوزير تشوفو ان شاء الله غادي ندير لك شي تنجيه زوينه باش الله يحفظك نتغداو بها جميع انا وياك تنجيه وندير لك انا سير الزي عندك كاع التنجيه ما انا صفاريك اخاي كاع الله يحفظك بارك الله فيك نشربوا الليمون ونمشيو نشوفو عبد الله نعم اخويا فين بغينا نمشيو دابا وانا من الاحسن نمشيو لبلاد الملاح المارشي اش بغينا نديرو تما شوفو نشوفو صحابنا مع من كبرنا ونشوفو الناس مع من خدمنا خدمتي تما ليمونة ليمونة المعقول والصدق كانت بزاف ديال الناس اللي خدمت معاهم انا ليمونة الصدق والمعقول وكيفاش كيفاش تخدم مع الناس كيفاش يكون فيك المعقول تما شربتي حرفة اخرى تما بالنسبة باش تعيش المعيشة باش تلقى الوقود باش تعيش وباش تكون مزيان في الصحة ديالك وباش باش تعتمد تمشي تخدم ماشي تسنى اللي يجي يخدمك قول لي هاد الكوتش هذا واش تيخدموا الكونتور لا بلا كونتور انت انا باش مسخك الله هكذا قلت لك ما نعطيه الكاس حتى ما نعطيه والو نسلتو قول لهم يخسر صورنا في التلفزيون اجي قول لي ما كيطاش الكونترولور هنا لا لا والو خويا اخويا بخير الله يصلح تبارك الله يسري مرحبا
بكم في هذا العرس ديال امي كنزة، امكم منى، منى كنزة. ومرحبا بكم، ومرحبا بخالي. خالي هو اللي دبر الوالدة على العريس، وراه عرفوا اللي بغى رضات الوالدين وبغى الوالدة ترضي عليه يجوا يجمو. الفيلم ديال ولد مو لعبتي شخصيه ديال داك الولد مفشش؟ اجي بعدا ما قلتيش لي واش انت مفشش؟ انا مفشش انت شتيني كي داير؟ انا مفشش طلع، انا كنت مفشش خويا قبل ما يموت الوالد، كان الوالد مفشني الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. ولكن من الوالد من الوالد تقلبات. هذا هو السيكتور باش عرس المعاش. هذه هي خدمتي انا قبل، خدمت انا كنت كنخدم وكن سولنا سولنا الناس قالوا لنا درتي حرفه ديال تكزات. من هنا كنت خدام متعلم هنا وكانت الحرفه ديال الوالد تبيع الشراء وندير خوتي تقريبا الجزيره ودرنا شحال هذه باش درنا تاك الجزائر تقريبا المده هذه. دابا تبارك الله عندك محلات ديال التاكسي. عندي المحل ديالي اللي غادي نديك باش نصاوبوا فيه شي طنجيه. فين الملاح؟ فين هو؟ هو هذا غادي تسمى باب الملاح كله. الباب ديالو فين؟ هو هذا راه غادي تسمى باب الملاح. اجي اجي معاك اجي. انت غادي تكشي تما دابا باش تاكل. السلام عليكم. انت بخير؟ هو هذا ياك؟ السلام عليكم. انا صاحبو. الا جات شي مره ولا شي حاجه الله يحفظك. أجيك واحد حاجة أخويا، دابا غدير لنا الطنجية خاصها الديسير. الديسير كوموندي الديسير. لا 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 عندنا باش بين نتغداو المزيان حكمة المزيان بلا الديسير فابور ناخذوه فابور ولا بلا نخلصو ما كاينه معنا. معقولة اللهم تبارك جلدة جلدة وما تلدع. سي فركوس خويا وعدتينا بالطنجية ضروري براشي المؤمن دعاء دوافع. يلا سير يلا باش نشوفوا كيفاش اش بغيتي ياخذ مليون ولا بغيتي قول ليها تتصاوب الطنجيه باش تصاوبها انت يا المدى. هي غتعلمني كيفاش تصاوب الطنجيه. الا بغيتي سهل داك الشيء. الشما خصك تخلص الا شميتي خصك تخلص. هكاك مزيان اسيسي فهمتي. دابا غادي نصاوبوا ليه نصاوبوا ليه باش نصيفطوها باش نتغداو. الشما بغا يخلص بغا يخلص الشما. لا شنو تخلص هاك تخرقيت هاك انت عرفتي ديك اللعبه اللي قدامك داك اللي مشى عند الشوايه وجاب الخبزه وتيشم الدخان تياكل الخبز هو يزيد هو يقول له اجي خلصني هو يقول له الدراهم قرب قرب الخبزه اللي بجيبها. واش كاينه شي طنجيه كتصيب بالخضره ولا كاينه على حسب الشيوه اللي بغيتي انت؟ حيت تنعرف ان الطنجيه تتكون مثلا لا كاين الشكيل كاين بحال الغلمي تيديروا ليه. شنو الانواع ديال الطنجيه بعدا؟ وبزاف قول لينا بزاف. وكان الغلمي زيد كاين البكري زيد كرين زيد كرين الغلمي وكرين البكري زيد وكاين الدجاج كاين القن القنيه تاعي القنيه تاعي السمان كلشي في الطنجيه. وانت كنتي كاع الحاجه اللي تشهيتي هذا بغيتي تصاوب تصاوب نحطوا القوام طبعا راه العطريه ديالها العطريه ديالها هي كاين زعفران زغباو تبارك الله عليك. هذا زعما تدي له في الماء وتدي له في الطبيعه ديال الطنجره بزاف ديال البرامج في دوزين دازو اللي فيهم طروفه ديال اللحم. واش كاين اللي بغيتي كاين الكتف كاين الملج كاين الكتف اللي كيجي مزيان الملج مليج غادي نصاوب هذا السراشيج بلا ما تحن. غادي لا والله العظيم غادي نتغداو بها اليوم ان شاء الله. هذا الشيء شوف اش ندير لك في الطنجيه. بارك الله تطلع لك الطنجيه في الراس. اذا ما طلعت لك الطنجيه في الراس ما تقولهاش. لكن قول لي هذه راه ما خاصهاش طنجيه هذه خاصها كاميرا. بركوس مرحبا اخويا رسول كيف غنمشيو دابا ان شاء الله؟ نشوف واحد السيد اللي عزيز ياك شكون هو؟ على حسن مصبح الجوب زين الدخامات مرضي الوالدين. واش فلوس الكرا موجودين وكاين لك مع التنوميس؟ الحقيقه مازال ولكن ان شاء الله. شوف الله يرحم والديك الا بخوي ليا حانوتي راني عييت ما نصبر ست شهور هادي عمرني ما شفت من عندك الفرنك الصفر. واه
ولكن إذا صبرتي الشهر الجاي إن شاء الله صباح الجبد تلقاهم موجودين. الشهر الجاي؟ إن شاء الله. أنت سادة المعلم دريس، راني إلا جيت الشهر الآخر وما لقيت فلوسي موعدي معاك المحكمة. الزين الطرفان أمر دير والدي. موعدي معاك المحكمة؟ ها؟ بغيت نقول موعدي معاك الشهر الجاي إن شاء الله بحجو. السلام عليكم. المدعمين جاوا لهضره في الكوس من ملي كنت باقي كريكيش ياك الناس اللي دفعوا بك بيان سور الناس اللي شدوا لك بيديك عاملين الدوز الله يهدينا الله العظيم اللي تاخذ ولا ولدي الله يحفظك الحلو بحال حمد ومحمد ولادي راه الله يحفظك كيف كيف الحمد لله سميتهم ديما نسالو يعني تنحيي فيه واحد الروح اللي ديال الطموح تيجري على شحال من واحد قبل منه كاع وراه هو كاع تيدور لقى انت باش يشري تلقارو وتيبدا يبكي على عباد الله ولاني تنشكره هو راه في العوص يعني راجل ديال الدراع وديال الخدمه في العوص هذه جديده في العوص هي قوي في العوص هي ما انطق حد سيدي تحنا الحاج الله سير جبار تيقول لك في العصني في العصني هي زعما دخمني تهلا فيا لا شو ديك عبد مخوك البخاري عبد مخوك البخاري تما كان شي من زاز زوينه فعلا تيجي يقول لك يلاه الوالد ايوا كيدير الرضا كيدير الرضا ياك اكثر من الرضا رضا والحلوى المقرضه الله يعطيك الصحه دروكا الى شي شركه بغيت نتفق معاها ولا تسوي تقول له بصير عند الحاجه هو المانجر هو المانجر ديالي والله يخليكم بعضياتكم سيدي الله يطولنا في عمرك الله يحفظونا سيدي حتى هو ويعاونوا وينصروا على العديان ديالو الى كاينين شي عديان ديالو تيتسماو تيتحسن لله على خاش ما بجيدهم ما يديروا وتيقولوا هذاك فلان غير داك المعرض كان غير داك واش هو كنت انت اللي قبل منه اجزرتي اللي انت اللي قبل منه يلاه الخطافين لكن ما نقول له خلي كله يلقى في حلو ايوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله ايوا اختاريتي وعرفتي اش اختاريتي يا العفريت يا شويه الوالده وصافي ايوا ما كاين ما نخبيو عليك بنيتي يا سهاد لا حدا راه جات وتخطبك لولدها دريس ولا كنتي قابله انا راه ما عندي حتى مشكل شنو قلتي شنو قلتي انا ما سمعت والو سكبور نعم سكوت على مطر الرضا على مطر الرضا الله يكمل بخير الجبار كان لنا الشرف اننا سيدي شكرا نكون معاك الله يطول لك العمر الله يبارك فيك بارك الله فيك وتهلاو ليا في الولد ديالي بارك الله فيك شكرا زرتنا بركه الله يحفظك الله يطول لك الحاج الله يلقيكم الله يعاونكم الله يغلبك على ديانك هذا البيرو البيرو خويا ديال الخدمات بسم الله تفضل السي رشيد الحمد لله تبارك الله هذه الشركة ديالك هذه الشركة ديال جميع الفنانة قال لي اللي ما عنده شركة هذه الشركة ديالو اللي بغى يشتغل واللي بغى يخدم في المجال الفني تبارك الله خاصنا ما خاصش الفلوس علاش انا ما سيتي يقول لك اللي مدام الله واللي كرم الله تيتكرم هكا اي هكا ياك يعني ما تسال انا ما سيتي واش بغيتي الله يبارك فيك الله يبارك فيك هذه المعلمة انا تنقول السكرتير حنا هي الناس بلديين هذه هي المعلمه ديالي انا تنحسبك على حاجه وحده شبعان من هي مع راسك انت خويا انت راه ديري الحساب اداره تفضل لا لا اه ايه وي
ويلي حتى انا داك الشيء طلع لي في راسي صح ما عندي يدات نجيت الله يرحم الوالدين كاع فين ما جا شي حد عزيز وصاحبته الفنان ديال ماتيريا قلت له حاجه خويا عمري في حياتي ما كنت مدير وندعي معاك اه الله يجعلك ودي ديما تبقى المدير يا رب يا مين فين فين كتدوز الوقت ديالك بزاف تندوز بزاف هنا هنا في البيرو حنا كنخدم بزاف دابا نصاوب داك السيناريو ديال الفيلم الامازيغي تنعاود نعدل فيه شي تعديلات كيخدموا معاك ناس اخرين في الاعداد دابا هاد اللقاء الاخرى اللي شفنا ديال فلاتولي فلاتولي تكتبه هو دابا الدراري تيتجمع الاخوان كاين الدراري في مراكش وخارج من مراكش اللي عندك الاستوديو لتحت الصوت كيشجعوا عندك مغني كيشجعوا دابا كاين بدر داك الدراري ديال دوزيام كيشجعوا هنا الالبوم ديالو كاين هذا الصداع اللي تسمع الدراري ديال الفونكلور تيديروا داك الشيء ديال الدقه المراكشيه وكاين واحد الدري صلاح واحد الشاب يلاه مراكشي تا هو تيجرب صوتو ودابا الشباب شويه بيان سور ايوا حنا حيت حنا كنا مقموعين واحد الوقت حنا ملي كنا بحال بدينا ما لقيناش اللي يقبض بيدينا ويجرنا منه كنت دابا كتسكر ايوا حيت كاين الامكانيات الحمد لله تتسهل باش ما لقيتي تسهل باش ما لقيتي الشباب عندك الاجر والثواب والفلوس وتا مديريت مزيان الله يلا مزيان مصطفى جرويح السلام عليكم الفنان ديالنا مصطفى جرويح اييه هذا هو المدير ديال الاستديو هذا فنان كبير واللي مكلف لك ب هو اللي مكلف تشرفينا سيدي تشرفينا وعازف وفنان وملحن شوف دابا اليوم غنميكسيو الخبز مع التنزيه هنا غادي نشوف صدعتيني راسي بالهضره غادي نرجع صافي قلب اسي بسم الله بسم الله اخي سي مصطفى نجرب اخر الكوليسيات تبارك الله الخير والبركة الشريف تبارك الله تبارك الله أدريس شكرا صباح صاحبي من الصباح وأنا كنقلب عليك ياك لاباس تسالني شي حاجة ما كنتسالك والو شوف بغيتك واحد الموضوع مهم بزاف انا مزاوق فيك ادريس شوف لطفي انا ما مساليش دابا انا خدام حتى الاربعه ما مساليش شحال تخدم هذا الموضوع ديال حياتي واش تخلى على اخوك لاباس ادريس باغي نتزوج اخويا الله هاي ها هو ها هي اقرا بي اها اقرا بي قول لي هنا في هذا الاستوديو كيشجعوا عندكم الناس كيجيو اييه تيجيو السمسره تيجيو عندو الاصدقاء ديالو ودابا لقيتينا خدامين في واحد البروجي ديال لا فونداسيون دو فيستيفال دو مراكش داكشي ديال العينين داكشي تيديرو في المهرجان ودير لي كابسول لي كابسول كنديرو بحال التوعيه مع الطبيب ورينا شي حاجه ها هي شوف السيد اينو كيسمي كنضبا اهلا السلام عليكم مرحبا بكم خيت بك والله سيدي والله العظيم الى نهار كبير هذا وهذا طحنا نهار كبير ما شرفتينا وجيتي لنا لمراكش وزدنا معك نهار زوين بارك الله فيك ولكن ما غادي تمشي تندير لك واحد المفاجاه اخرى ياك فين هي يلا تفضل اجي بسم الله انا